بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز في سورة النساء آية 74: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أشرنا في الحلقة السابقة إلى بعض الأمور التي ترتبط بهذه الآية الشريفة، وقلنا بهذه الآية الكريمة فيها دلالة واضحة على جواز التوسل خلافاً للبعض الذين للأسف ينفون ويحرمون التوسل. هناك استدلال مهم من الإمام مالك بهذه الآية الشريفة. رجاء إخواني انتبهوا إلى هذه النقطة المهمة في هذه الآية. الإمام مالك استدل بهذه الآية على جواز التوسل. كيف استدل؟ يحدثنا التاريخ لما ناظر منصور الدوانيقي مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال لهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إلى أن تقول الرواية: فقال له: وإن للتأكيد في أدبيات العرب، وإن حرمته أي حرمة النبي الأكرم ميتا كحرمته حيا. هذا كلام دقيق، لا فرق بين النبي الأكرم بما أنه حي أو ميت، حرمة النبي حيا كحرمته ميتا. فاستكان لها أبو جعفر. أبو جعفر كنية منصور الدوانيقي، وقال له: يا أبا عبد الله. أبا عبد الله كنية مالك: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ سؤال جدا دقيق. فأجابه مالك وقال له: ولما تصرف وجهك عنه، أي عن النبي الأكرم، وهو، هذا محل الشاهد، وهو أي النبي وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. جميل، بل استقبله واستشفع فيشفع الله تعالى لك. قال الله عز وجل، استدل مالك بهذه الآية الشريفة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى آخر الآية. مصدر
هذا الكلام وهذه المناظرة شفاء السقام في زيارة خير الأنام لمن؟ للحافظ السبكي الشافعي. إذن المستفاد من الروايات ومن هذه المناظرة بين الإمام مالك ومنصور الدوانيقي جواز التوسل، فعلى المؤمنين وعلى المسلمين أن لا ينسوا قضية التوسل بالنبي الأكرم وبأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.